صالح جمعة شايف إن ممكن يكون موجود مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا اللي جاية إن شاء الله في 2019؟ صالح لما كنت أنا بقعد أتكلم مع نفسي في الأول مرة ألعب كل الكلام ده ما كنتش حاطط هدف لنفسي، يعني كنت بلعب واتمرن كويس وابقى موجود في مباريات، لكن اكتشفت ان انت لازم تحط هدف لنفسك، ان انت راجع في فتره دلوقتي. انا يعني اهدافي لما قعدت واتكلمت مع نفسي خلال الفتره اللي جايه، قلت رقم واحد لازم ان انا من اول يناير اعرف ان انا اخش في فرقه النادي الاهلي تاني، تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه الهدف التاني كان بالنسبه لي خلال الفتره الجايه ان انا اشارك مع منتخب في تصفيات أمم أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا. تمام. تالت هدف بالنسبة لي الموسم القادم، هدف صالح جمعة شخصيا إن عايز أتوج بأفضل لاعب في مصر، وفي نفس السنة أنا أمتلك الإمكانيات اللي ممكن تساعدني إن أنا أنافس على أفضل لاعب أفريقي داخل القارة. فكل دي أهداف أنا حاططها لنفسي وهشتغل عليها ومش هستسلم، والموضوع بالنسبه لي المره دي مختلف تماما تماما تماما. انا حاطط اهداف لنفسي ان شاء الله باذن الله مش هسكت الا لما احققها باذن الله.